طبعا كنا بنتكلم عن ضغط المباريات اللي تعرض ليه النادي الاهلي خلال الفتره السابقه، وهناك بعض الاراء اللي بتقول لا يعني احنا النادي الاهلي واحنا عايزين دايما ما عندناش مشكله في حاجه اسمها ضغط والكلام ده كله. ايه رايك يا استاذ جمال في هذا الكلام؟ يعني انا الحقيقه لما سالت بعض اللاعبين برضو اقول اللي حصل، لما سالت بعض اللاعبين قالوا لي يعني احنا ما كناش قادرين نشيل رجلينا من على التعبانين وكل حاجه، بس احنا زعلانين على الاداء اللي احنا عملناه. طبعا هو يعني طبيعي جدا، انت في بطوله منافسه، طالما ما وصلش الامر ان انت تخرج من هذه المنافسه فانت موجود. ممكن تتعرض احيانا مستواك يبقى كويس جدا كاداء، واحيانا انت احيانا بتتمنى تلعب وحش وتكسب. يعني في بعض الاوقات بتحصل، في بعض بتحصل. المواقف بتقول مش مهم العب حلو ولا وحش، المهم ان انا افضل موجود. مظبوط. في دوري المجموعات ده المطلوب منك ان انت تتواجد. نعم. بشكل او باخر هو ده بيلقي عليك مسؤوليات او صعوبات كتيره جدا. ليه؟ انت النهارده بعد النتائج اللي انت حققتها والخسارتين امام سان داونز يعني انا بشوف ان الخساره الاولى في مباراه الذهاب هنا يعني ما كانتش مبرره على الاطلاق. يعني انت كنت افضل في المباراه، لكن للاسف الشديد ضيعت جوان كتير. واللي زي ما بيقولوا في الكوره اللي بيضيع بيجي فيه يستقبل. فيبقى انت خسرت فرص معينه وخسرت نقط معينه كنت ممكن تحققها. تمام. انما ما زال امامك الفرصه خلال المباراتين القادمتين، هي بتزود عليك او بتصعب عليك يعني بتحط عليك ضغوط كبيره وبتصعب عليك الموقف. فنرجو ان شاء الله ان يعني لعيبه النادي الاهلي هم عندهم الخبرات الكافيه ان هم يقدروا يواجهوا بيها الموقف الصعب اللي هم فيه. استاذ محمود وفي ثقه في كده ان شاء الله يعني.